ولتسليط الضوء أكثر على الاتفاق المبرم بين إيران والصين وأثره على شكل المنطقة والعالم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحجي. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. في مسلسل صراع النفوذ في الشرق الأوسط ومحاولات الولايات المتحدة الحد من تمدد النفوذ الإيراني، كيف ترى الاتفاق بين كل من إيران والصين في هذا الإطار؟ يعني الاتفاق بين إيران والصين يعطي الصين السيطرة على ما لا يقل عن 10% من نفط العالم و15 أو 16% من غاز العالم الذي يتواجد حوزة إيران، وبتخفيضات كبيرة تصل إلى 35%. يعني الصين تحصل على طاقة أرخص من أسعار الأسواق بنسبة 35%، وهذا يضر أولا بروسيا لأسباب عديدة، منها إيران تعتبر شريك تجاري لروسيا، والآن روسيا تخسر هذه الشراكة لصالح الصين. والطاقة التي بحوزة إيران تخفف على الصين السيطرة روسيا على الطاقة الصينية، أسواق الطاقة الصينية، وبإمكان الصين تقليص شراء الطاقة النفط والغاز من روسيا واستبداله بالغاز والنفط الأرخص من إيران وبطبيعة الحال من العراق، لأن العملية السياسية في العراق هي تعتبر امتداد للنظام الإيراني. والنقطة الثالثة تتعلق بحوزات النفوذ. إيران لديها نفوذ في لبنان، لديها نفوذ في سوريا، لديها نفوذ في العراق. هذا النفوذ الذي الآن أو الذي كان لصالح روسيا بعد هذه الاتفاقية سيكون لصالح الصين، أي أضرار روسيا ستكون أكبر من أي جهة أخرى في العالم. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى تتعلق بالولايات المتحدة. إدارة بايدن تدعم هذا الاتفاق، وبايدن صراحة وعلانية قال خلال حملته الانتخابية أنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي وسيلغي العقوبات على إيران، لكنه مؤسسات الدولة الأمريكية مثلا الكونغرس، الأجهزة الأمنية والجيش الأمريكي لا يسمح، حتى الآن لم يسمح لبايدن أن يقوم بما وعد به بفتح يد إيران وكذلك إعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى حالتها خلال فترة أوباما. ولا يزال الجيش الأمريكي يصرح علانية أن الصين هو الخطر الأكبر الوجودي على الولايات المتحدة. نعم. والصراع في واشنطن، لما نريد أن نتحدث عن الموقف الأمريكي يجب أن نميز بين موقف إدارة بايدن وموقف مؤسسات الدولة الأمريكية التي تختلف مع إدارة بايدن. إيرانيا، ما هو تأثير هذا الاتفاق على موقف إيران من الضغط الأمريكي والأوروبي تجاهها؟ يعني إذا نريد نحلل ما في إيران، إيران الآن تعتبر ساحة صينية مطلقة، وذراع الصين الضارب في المنطقة أي الحرس الثوري الذي مدعوم من جهات مثل CIA تغطي على نشاط الحرس الثوري في المنطقة وتستخدم نشاط الحرس الثوري لتمرير مشاريع معينة في المنطقة، ومنها مثلا الميليشيات في العراق التي تعتبر امتداد للنفوذ الأمريكي، أقصد إدارة بايدن الآن وليس الجيش الأمريكي، لأنه هناك خلاف أو اختلافات واسعة بينهما. فبالنسبة للأوروبيين، أوروبا تعتبر جزء من المحور الصيني ولا تعتبر مثلا من روسيا أو من الجيش الأمريكي، فأوروبا تدعم هذا الاتفاق، ونرى الصمت الأوروبي الذي يعتبر رضاء بالنسبة تجاه هذا الاتفاق واضح جدا. وهناك تبرير من العواصم الأوروبية وتقول بما أن الولايات المتحدة لم تسمح لرفع العقوبات على إيران فمن حق إيران أن تذهب وتختار الصين، فأوروبا هي لها مصلحة كبيرة في إعادة إيران إلى المشهد الإقليمي من جديد. نعم، إعادة إيران إلى المشهد الإقليمي من جديد، وقدرة إيران على التفاوض في الملف النووي ستكون ربما أقوى مما كانت عليه في المرات السابقة. يعني الموضوع هو ليس هكذا، هذا الخطاب يمكن أن نتحدث به عن إدارة أوباما وليس الآن. نعم. بعد 4 سنوات من عقوبات صارمة فرضتها لإدارة ترامب على إيران
وتقليل مظافر إيران بالإقليم وتقليص تأثيرها في الإقليم لا يمكن الحديث بهذا الشكل أو التحليل بهذا الشكل عن الدور الإيراني في المنطقة. يعني أعطيك مثالا أو أمثلة، الولايات المتحدة لديها ما يقارب 35 قاعدة عسكرية أو الجيش الأمريكي بالأحرى في تركيا، والآن يتم نقل هذه القواعد إلى إسرائيل الأراضي المحتلة في فلسطين، إلى الأردن، وهناك شراكة تعاون عسكري استراتيجي بين الجيش الأمريكي والأردن، قواعد جديدة في الكويت، قواعد جديدة في العراق، ومنها الحديث عن قاعدة كبيرة سيتم إنشاؤها في الموصل. الجيش الأمريكي يعيد تموضعه في المنطقة لقطع أوصال ما يسمى بمحور المقاومة من أفغانستان إلى بحر الأبيض المتوسط. نعم. وفضلا على أن روسيا الآن تعتبر إيران تهديد على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. شكرا. واليوم كانت اتصال بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا يضيفه إلى الاقتراح الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية. نعم. بين روسيا والسعودية. فكل هذه الترتيبات شكرا لا لك تسمح لإيران. سيد محمد المذحجي المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا لك.